ونعم بالله يا ست الكل. خلينا ناخد ندى من القاهرة. مساء الخير يا ندى. ازيك؟ اهلا بيكي. انا عندي مشكلة يعني قريبة من الموضوع بتاع حضرتك. باختصار هي حاجة تخص عدم الرضا. تمام يا حبيبتي. انا عندي 25 سنة، متجوزة من 8 سنين وانا عندي 18 سنة. تمام. جوزي كان متعين، كان موظف كويس قوي في مكان معين يعني، وبعد كده حصلت مشكلة من بسبب الشغل بتاعه. كنا تقريبا معناش اي حاجة. رجعت انا شبكتي وخدت محل صغير، اشتغلت في الهدوم شوية، وبعدين الميك اب، بعد الميك اب ما علينا، عملت يعني عملت نفس يعني عملت حاجات كويسه قوي دي، رفعت مستوانا الاجتماعي جدا. كتر خيرك، كتر خيرك ست جدعه. لقينا حاجه جامده قوي يعني، هو ما كانش معانا حاجه نهائي. دخلت بنتي مدرسه لغات عاليه وجبت عربيه، بقيت شقه، بقيت بنزل انزل الموسكي اشتري حاجات واجي واروح بشنط واركب ميكروباصات واتبهدل. في الاخر دلوقتي ابتدى ان هو اي مشكله تحصل بينا امشي، سيب البيت امشي. يعني انا خلاص بقى بعد ما وصلتك للي انت فيه بقت كل حاجه يمشي امشي. يعني هو انت بقى دلوقتي اكتفيت تماما بعدم وجودك. انت هو بيشتغل ايه دلوقتي يا ندى؟ ولا انت اللي بتشتغلي بتصرفي عليه؟ لا احنا دلوقتي احنا الاثنين بنشتغل في المحل اللي انا اللي احنا خدناه بشبكتي اللي انا بعتها. اللي انت بداتيه براس مالك انت بشبكتك انت؟ راس مالي. ولما اقول له كده انت لو حسبت كل الحاجات دي وفكرت فيها هتلاقي انها بتاعتي، لان اساس الفلوس ده كانت شبكتي. يقول لي هي شبكتك دي كنت جايباها من عندكم البيت؟ لا هو انا بصراحه بفكر يعني في الانفصال وعايزه احط حدود. انت عندك ولاد يا ندى؟ عندي بنتين. طيب ما في بنتين يا ندى. يعني هو انا خلاص بصي، طب انا عايزه اسالك سؤال، هو بيصلي؟ لا خالص. طيب انا ملتزمه جدا بالصلاه. جميل. خافي بقى من اللي ما يخافش ربنا. ليه بقى؟ إذا كان مش عامل حساب لربنا هيعمل لك أنت حساب؟ فلازم حد كبير يتكلم معاه. أنا حضرتك بتأثر بالحاجة يعني، أنا بروح أودي بنتي المدرسة الصبح بالعربية، بشوف أي ناس بتركب ميكروباصات تتبهدل عشان تروح شغلها، صحيح. برجع متضايقة وأقول له أنا شفت كذا، فاكر إحنا كنا إيه؟ ودلوقتي بقينا إيه؟ إحنا كنا بنستنى فلوس تيجي من عند باباك عشان نعرف نصرف على البيت. فاكر كنا إيه ودلوقتي بقينا إيه؟ هو ما بيأثرش في الكلام. هل هي بتتعامل معاه يا ندى؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. هل لما بيحصل منكم مشاكل، طبعا انا عارف ان انت كتر الف خيرك عملت معاه كل حاجه حلوه، وقفتيه على رجله، وهو المفروض يقدر ده برد فعل جميل، والمفروض يهتم بيكي ويحتويكي وتكوني بالنسبه له انتوا يعني كل حاجه حلوه. هل لما بيحصل مشاكل انت بتتعاملي معاه بمعامله وحشه، بتتلفظي عليه بالفاظ مش كويسه؟ لا بص يا دكتور، من غير حلفان انت مش يعني، انا غيرت من نفسي 100,000 درجه عشان اتخطى اي مشكله معاه. هو عنيد جدا، بقيت باجي على نفسي لدرجه حضرتك ما تتخيلهاش عشان اعدي المشاكل دينا. بس هو مش عاوز كده، ما عندوش، عنده عدم رضا غير طبيعي. بص عايز اقول لك حاجه يا ندى، لو مشاكل بسيطه وامور عاديه ممكن تعدي عادي، ما فيش مشكله، مش محتاجه ان انت تطلبي الانفصال والطلاق وكده. توصل ان هو بيمشيني من البيت اجباري، بيمشيني اجباري. انا مره نمت في العربيه لحد النهار ما طلع عليا في العربيه. لا كانت، لا لازم يكون في، لازم يكون في تدخل. انت اشتكيتي لحد من اهلك يا ندى؟ حد عنده فكره باللي بيحصل؟ بصراحه انا عندي اهلي سلبيين جدا من فوق ما حضرتك تتخيلي، يعني اعتبريهم غير موجودين من الاساس. طيب ايه رايك لو تشتكيه لاهله هو عشان تحطيهم؟ اهله كمان اعتبريهم غير موجودين. هم دايما الاهل في الصف، سلبيين جدا، واخدين موقف ان يعني دايما يظهر قدامهم ده هي اللي بتاعت، كان انا اللي متحكمه فيه، واخدين موقف ان انا مني كان انا اللي متحكم فيه. لكن والله العظيم بيحصل، والله ما بيحصل. طب انت الشقه اللي انتوا قاعدين فيها دي بتاعته يا ندى مش كده؟ بتاعته. طب ما تشتريها منه. مفيش فلوس. ايه يقول لي الفلوس دي بتاعتك؟ طب لا. انا اللي عملت كده، هو الذهب ده كان بتاعك اصلا؟ انت كاتبه كل حاجه باسمه مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه. كل حاجه كل حاجه انت كاتبه كل حاجه باسمه؟ انا ما كتبتش، هو انا كل حاجه بنعملها كان بيجيبها باسمه، جبنا عربيه جت باسمه، اشتريناها شقه باسمه. طب عايز اسالك حاجه يا ندى، هل اكتشفت عليه ان ليه علاقات خارجيه، يعرف حد عليكي؟ لا بصراحه لا، بس انا هو يعني عينه بغاوي، يعني ممكن اكون ماشيه معاه ويقعد يبص هنا وهنا 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 بطريقه غريبه. طيب انا بصراحه كان الموضوع بيضايقني وبقيت بكبر دماغي خالص. انا عايز اقول لك حاجه، يعني لو المشاكل صغيره، الامور بسيطه، يعني الامور تعدي، وانت عارفه ان هو عنيدي وانت متجوزاه وعارفه ان هو عنيدي، فيعني تقبلي برضه شويه علشان خاطر هو واضح ان هو مش باقي عليكي جدا يعني. وغير كده كمان انت مفيش اي حاجه يعني من اللي عملتيها معاه هو معترف بيها، يعني حتى كمان يقول لك الشبكه اللي انت بعتيها دي مش حاجتك. تحاولي لو الامور بسيطه عد الامور مفيش مشكله.
طالما انت بتشتغلي معاه، طالما انت مثلا في عندك جايب لك عربيه والامور كويسه وقعدك في شقه والدنيا كويسه، وانت فاهمه ان هو عنادي، ممكن فجاه بقى، ممكن فجاه هو ما يعرفش ربنا، ممكن فجاه يجيب واحده يتجوز وساعتها زي ما بقول يمشي، وهو يعني الله اعلم بقى دلوقتي. هي مشكله ندى دلوقتي ان هي مش حاسه بامان معاه، مش حاسه بالامان، حاسه ان هو في اي لحظه ممكن يمشي. هي بدات المشروع الصغير اللي هو بشبكتها، فالمشروع كبر وعاشوا في مستوى تاني خالص، هي تعبت وراحت وجت، وفي نفس الوقت هو ما قدرلهاش ده، وكان كل حاجه بيشتريها كان بيكتبها باسمه، المثال ده، وبالتالي هي مش حاسه بامان معاه خالص. تحليله نفسيا بقى، طبعا هو كان راجل على قده، كان فقير ما كانش معاه فلوس، فمراته سندته وقفت معاه، باعت شبكتها، اسسته وقف على رجله. ساعتها بقى الراجل بقى بيبص بقى بينطبق في المنطلق ده بقى، يقول لك ايه؟ مثنى وثلاثه ورباع. طب انت كنت فين من مثنى وثلاثه ورباع وانت فقير؟ بالظبط. وانت ما كنتش تقدر تتجوز، لما مسكت فلوس وخلاص بقى بقيت واقف على الارض صلبه وقادر تفتح بيت واثنين وثلاثه وتكون علاقات خارجيه، دلوقتي بقى تقول مثنى وثلاثه ورباع؟ لا، حافظ على الست اللي لو مراتك فيها عيب اللي انت هتتجوزها برضه هيطلع فيها عيب. وهو ما فيهوش عيب اكيد، لا في طبعا، ده واضح جدا من كلام ندى. وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، يمكن عشان انا بتكلم مع الناس كتير، فمن طول صوتها واسلوب حوارها واضح ان هي ست هاديه، ما هياش مش شعنونه يعني زي ما بيقولوا، فما اعتقدش ابدا انه يعني عندها بس المشاكل. أنا شايف اللي ممكن تستدعي، انا شايف ان هي فاهمه من كلامها، هي بتقول انا عارفه ان هو عنيدي جدا. ايوه، واكيد انت متجوزه بقالك 8 سنين، واكيد انت فهمت دماغ جوزك. لا بس هو كان في جره وطلع عليه بره. طبعا، ما احنا عارفين، هو ده اللي عمل النقله النفسيه، هو نفسه مش عارف يواكب النقله النفسيه او النقله الاجتماعيه بقى اللي حصلت له، المستوى المعيشي اتغير، الدنيا اتغير، هو مش مصدق نفسه، وبالتالي بدا يتمرد عليها هي اول واحده باعتبار ان هي اقرب واحده ليه. فده هو ليه في لفظ بيتقال بس مش عارف اقوله على الهوا، يا شبع بعد جوع زي ما بيقولوا، في ناس كتير كده للاسف الشديد، يعني بيبقى هو ما عندوش قيم، ما عندوش تقل ديني وتقل ثقافي. المفروض انت ربنا كرمك وهي وقفت جنبك، المفروض انت تمتعها بالخير اللي جه، يعني ولادك بقى تهتم بيهم وتهتم باسرتك و الخير يعود عليك كلك، لانها وقفت صحيح جنبك في يوم من الايام. لكن ده طبعا هو واضح ان عنده اضطراب نفسي، بس عايز اقول له طبعا ده رساله ليه، ان كنت انت في يوم من الايام هتتجوز عليها، فالتانيه برضو والتالته اللي انت هتتجوزها والرابعه اللي انت هتتجوزها مش هتكون برضو حلوه، هيكون فيها عيوب كتير جدا، ما تبصش بس كمال الله. الكمال لله وحده. عشان كده دايما انا بقول للستات قصقصي ريشه اول باول، خليش قلته حاجه، هو اسمعوا الكلام.